يا جماعه احنا النهارده هنتكلم عن الكسل، فانتوا اي حد يقولنا بقى تجربته مع الكسل، هل هو شخص كسلان ولا هو نشيط وبيحب يلعب رياضه ويفرهد زي ما بنقول؟ فهنستنى تليفوناتكم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه. في ناس كتيره جدا بتبقى طبعا كسلانه، ان هي بتصحى كسلانه، وطبعا الكسل بيجيب كسل وبيجيب كسل بيجيب خمول. فان الناس اللي بتفضل تنام بتفضل مكمله نوم، وفي ناس ما بتقدرش تعمل اي حاجه. في احصائيه اتعملت في مجله اسمها بي ام جي اللي هي بريتش ماجازين البريتش ميديكال جورنال، بتقول مجله بريطانيه ما تمثلش يعني انجل مش بمثل والله. هذه المجلة البريطانية تقول بعض الإحصائيات أن كثير من قاتلي الكسل، عشان بس محدش يقول إن أنا ما فهمت، أكتر من 60,000 حالة وفاة بتحصل سنويا. وأنا فوجئت من الموت، حد يموت من الكسل أصلا. يعني أنا أندر إمبريشن حد يموت من التدخين، حد يموت من الامراض، حد يموت من اي حاجه في الدنيا غير ان هو علشان كسلان. بيقولوا ان الكسل بيجيب امراض خطيره. ايه بيقول لك امراض السرطانات والسكر وهو حاجات ليها علاقه بالرئه. انا ما كنتش مدرك ان الكسل فكره ودلي. يعني هل مثلا فكره ان الدوره الدمويه مش شغاله في الجسم كمان؟ لا، هي الدراسه بتقول كمان حاجه مرعبه، ان اللي هي كلنا تقريبا بنعملها خصوصا في ايام الاجازه بتاعتنا، ان انت لو فضلت قاعد اكتر من 6 ساعات ممكن وكده على طول ممكن يجي لك الامراض دي. مش بس يعني القعده يا رحمه، انه القعده في الاجازات، بس الناس كمان اللي شغلها بيتطلب منهم ان هم مثلا يبقوا قاعدين قدام كمبيوتر لمده 6 ساعات او 8 ساعات. الشفتات اللي هم قاعدين ما بيتحركوش، بياكلوا وهم قاعدين، بيشتغلوا وهم قاعدين، كل حاجه بيعملوها وهم قاعدين. فاعتقد ان هي برضو نفس الدراسه تمشي عليهم، لان هم مش بيتحركوا.